مشاهدينا ويانا اليوم قصة نجاح لسيدة بدأت من الصفر واستطاعت أن تبني جيشاً من أكثر من 900 امرأة من النساء الباحثات عن فرصة عمل شريفة تعينهن على العيش بكرامة من مهنة الخياطة التي تجمع بين المهارة والفن. أكيد يا كريستينا، بالفعل نرفع القبعة لامرأة عراقية بهذه الشطارة والحكمة. ويانا اليوم السيدة الملقبة بالست وردة أو أم محمد أو سناء إسماعيل اللي بدأت الخياطة بعمر 14 عاماً، واليوم نجحت مو بس بتدريب وإنما بتعليم وتوظيف 900 من السيدات الخياطات الماهرات، وآخر مبادراتها التدريب المجاني للسيدات في مشغليها بين أربيل وموصل. نتشرف بيك ست وردة، يسعد صباحك. أهلاً بيك، نورتينا. أهلاً وسهلاً، يسعد صباحكم. أهلاً بحضرتك. طبعاً إحنا شفنا التقرير بس حابين نسمع من عندك القصة بالكامل، وشلون قدرتي إنه أنت تدربين 900 امرأة دربتيهم على الخياطة وعلمتيهم الخياطة؟ لا الحمد لله، هم سيطر عليهم سيطرة كاملة ما شاء الله. الحمد لله، أنا أساسا مدرسة أونلاين، فعندي خبرة بالتعامل ويا الطلاب من خلال الأونلاين. نعم. فجمعتهم بقناة تليجرام، انجمعت عندي 900، فمن جمعتهم وكملت فتحت لهم رجعت قناة ثانية على الواتساب، فهم حيكونون كلهم متواجدين اثناء مثلا الدرس ادرسهم واكمل وبعدين ارجع افتح بث مباشر، فيكون الدرس عندهم مرتين يعني مو مره واحده. حلو. وراها يوصلهم فيديو يتزود، يخلص اللايف قبل اجز لهم الفيديو يتزود راسا تجين المجموعات. طيب شلون جت هذه الفكره ست وردة من البدايه؟ يعني شلون جتي هذه الفكره ببالك انه انت تعلميهم للنساء اللي حابين انه يتعلمون الخياطه؟ والله هي اول شيء هي هوايه يعني احبها للخياطه كلش. ثاني شيء هي صارت يعني بالفترة الأخيرة صارت مصدر الأساسي. أيه. يعني خلينا نقول قبل 10 سنوات صار مصدر رزق الأساسي يعني. نعم. كان اعتمادي كله عليها. فحبيت أساعد الناس بيها صراحة. أنا مبلغي هم مو قليل كنت أدرس بيه. أيه. بس أثناء تعرفين واحد من يكون عنده ومعروف وتدريس حلو فدائما تجيني الاتصالات شوية يعني ظلت بخاطري. فجهزت نفسي، خلينا نقول سيطرت فترة شهرين، وفرت أقساط أولادي، كملت الشغلات اللي محتاجتها وقدرت أوفر لهم هاي شوية الخدمة. حلو حلو. يعني هاي المبادرات كلش حلوة، يعني مو بس تفيدين نفسك وإنما تفيدين بقية النساء اللي هم يمكن همنا محتاجين للعمل. خلينا نسميها تجارة مع رب العالمين هي يعني. أكيد هذا أكيد. احتمال هذا الشيء راح يوصل لنا يعني. أكيد. بارك الله بك ويكثر من أمثالك، لأنه هيك أمثال احنا نحتاجها للسيدات، خاصة هالفترة إنه أكو كثير من الشباب عاطلات يعني عن العمل، ما يشتغلون. صحيح. عندنا بنات خطية يعني هيك يروحون يقدمون للشركات أو الأماكن ثانية لأن ما عندهم الخبرة الكافية ما يشتغلون. بالإضافة أنا أوفر لهم عمل يعني. أنا حلو. هسا حايلين عندي لايفات قاعدة أروح للمعامل نفسها. شوية بنات أكو يتخوفون من المعامل يعني بأن هي يعني مثلا سعرها قليل وأني أروح وكروة. هي لا، مو سعرها قليل، ترى أسبوعيتها أقل عاملة أسبوعيتها تطلع ب 350 إذا تستخدم على القطع. فشغل المعامل مو قليل، كل احنا اشتغلنا يعني أكيد بيها. اكيد اكو بيها الاسعار. بيها هو الانسان حسب يكون انتاجه، هو منتج، اذا صرتي منتجه انت قدرت توفرين لعائلتك شغلات. أكيد. احنا ما نقول هاي للمطلقه والارمله، احنا مجتمعنا حاليا تعبان. صح. يعني تعرفين هسه انا عندي 2 بالجامعه والله ما لحق عليهم. صح. بينما اكو مثلا هو حتى لو بس ابوه يشتغل ابوه هم يسيطر عليه. اي هسه بوقت هاي يعني احنا بهالوقت صرنا لازم الاثنين يشتغلون. والشاب يريد والشابه تريد، يعني ما تقدرين تخلينا محروم يطلع. لازم هي المرأة هم الساعة زوجها، مو إلا كانت أرملة أو مطلقة. صحيح. أكيد فعلاً. طيب ست وردة، أنت من أي عمر بلشتي بالخياطة يعني؟ والله خلينا نقول إذا خياطة نسميها للبرة أو للشارع أو للناس. إيه؟ عمر الـ 14 سنة. 14. وقبلها كنتي تسوين لنفسك؟ هاوية أيام من صغيرة. ما شاء الله. شنو أول شيء خيطتي؟ والله أول شيء خيطت كنت أقص الصدرية مالتي وأنكتل. يعني هاي الابداعات اللي ابدي بملابسي يعني فدائما يعني اخرب الشغلات الخاصه بي. يعني الصوره انا بيوم ورا ما تزوجت بعرسي تفاجئوا بيت عمي انا خربت القاط مالتي وطلعت لهم لابسته فستان، يعني كان تنوره وقميص، انا طلعت لابسته فستان صدمه ويباعون علي. حلو. وقتها عمي يعني الله يذكره بالخير راسا راح جاب لي ماكينه واجا. حلو. جيت كله بايدي. هاي الدعم القوي، التشجيع القوي اللي دائما يحفز الشخص انه استمر لا توقف ما دام. والله صراحه عمي اول واحد من دعمني يعني. حلو. هو اول واحد راح جاء، تفاجئت وهو جاب بعدني عروس.
جاب لي الماكينه واجا قال لهم هي تحب الخياطه خليها. حلو. طيب ست ورده، انت اخر مبادره سويتي كان مبادره مجانيه بين اربيل وموصل، ليش سويتي يعني مجانيه؟ شنو الهدف منها كانت؟ الهدف منها مو قلت لك الاتصالات يعني والله باعي يعني هسه الموبايل مو جويد يعني اذا تسمعين البصمات ما تقدرين تنامين الليل يعني على الناس التعبانه. قلت لك كان هي مو الا ارمله او مطلقه، بالعكس هي الارمله والمطلقه ترى عندها راتب، بس اكو ناس هي ترى عايشه ويا ازواجهم وعوائلهم هم ما عندهم امكانيه، يعني خاصه انا هسه اكثر شيء فتحت الصراحه اللي يدخلوا لي عندهم مرضى ما عندهم فلوس توفير العلاج. فأنا هنا هو الصراحة الهدف الأساسي، يمكن أنا عندي حتى بالواتساب مسميتها أم المرضى أم المريض يعني مسميتهم، فقلت لهم وعد والله بس خلي أرتب أموري أسوي لكم هالدورة المجانية والحمد لله نجحت وما شاء الله يعني طلابي ما ينوصفون يعني ما شاء الله كلش حلوين بالخياط الحمد لله. طيب ست ورده انت مو بس تخيطين يعني هدوم او فساتين، انت همينه تخيطين ستائر وهمينه الاثاث واحنا مثل ما نعرف يمكن الاثاث يعني هي هذه يعني صاحبه معمل قنفات عندي للرجال أربي. اكثر ما شاء الله احكي لنا اكثر عن هذا الموضوع. والله معمل القنفات هو شوفي كاميرا متعب صراحه بس ارباحه حلوه يعني خاصه الخياطه اقوى انتاج اقوى انتاج يعني احسن من التصاميم والهدوم فلوسها حلوه احنا نحكيها بالفلوس غير والله فلوسها حلوه يعني ارباحها كلش حلوه الله يزيدك يا رب. خصوصا بالخياطه يعني بس هو انا اقول لك مرهق متعب يعني خاصه مثلا هسه هذا كله انا اشتغل القنفات والهذي يعني خاصه متسلميها للعامل ويجي يقفلها اذا ما واحد ضابطها يعني كل ساعه هذه نقص هذه نقص فيرجع تعدلين عليها. لازم تكونين دائما انت يعني لازم الخياط يكون متوفر داخل المعمل الا اذا كان المفصلك مضبوط يسلم للخياط هذا ما يأثر. طيب هذه الفكره شلون بدت؟ يعني انت مثل ما حكينا بالبدايه انت كنتي تخيطين يعني هدوم والواحد يعني يبقى يمكن بهذا ودائما نشوف يعني المصممين اغلبيتهم يعني ممكن يصمم فستان ممكن شويه يطلع من دائرته ولكن يروح لغير شيء وشيء مختلف واصعب بهوايه هذا الشيء شلون يعني دائما اقول تحت شعار الابره والخياطه مسيطره عليها كامله يعني ما عندي شيء ما اعرفه على الحمد لله والشكر الصراحه من اتجهت على القنوات تعرفين الانسان من ينتقل من مكان لمكان انا ببغداد كنت مصممه مال ازياء اكثر شيء شغلي في ساعتين ساره وهم كان عندي معهد والمعهد حاليا هم موجود الحمد لله بس مو انا اللي اديره عندي غيرات جماعه يديرونه فمن انتقلت تعرفين الانسان من ينتقل هو زبون يعني زبون يراد لك وقت يلا تجددين فاربيل مشهوره بالقنفات اللي توزع للمحافظات صحيح أي. صحيح فعلا فيعني اثناء ما دخلت اربيل صراحه انا دخلت اربيل اول دخلت لها 12 يوم انا فتحت معهد التعليم الخياطه ما شاء الله 12 يوم ضبط انا فتحت معهد تعليم خياطه فاثناءها من قاعده انشر اجتني رسائل محتاجين خياط محتاجين خياط قلت خليني اروح اجرب والله دخلت للمعمل صراحه يعني المعمل حد الان ذكره مع الشخص اسمه زنقنه بسايدل لاوان فدخلت قال لي شو تعرفين؟ قلت له انا خياطه مال قنفات انا ما خياطه قنفات بس عندي ثقه بنفسي راح اخيطهم ما شاء الله قال هذني انا اريدهم تفصليهم بس وقفت يوم سالت العمال شنو تريد؟ يعني هي باعي للقنفات مثلا هذا عندنا يسموه صدر اليد قول يعني هن الهن مسميات قال اريد هذا هيك هذا هيك قلت له خلاص انا خياطت له اربع تخومه يعني انت اول طلبيه اخذتيها ضبطتيها ما غلطي بها ولا ضبطتها اربع تخومه كامله بحيث اني ما اعرف اشتغل صراحه بالفيته ايه؟ على مود الطلاب انت قالت لهم انت تعرفين يعني انا اصلا ما اعرف اشتغل بالفيته يعني بس نظري فتعرفين المعامل كلها كاميرات فكان يباوع علي بالكاميرا اني ما ادري بي بس انا حاسبه ايدي ايش قد ارقامها يعني هاي ايش قد رقمها حاسبتها بالضبط اصابيع ايش قد محسوبه فهو يباوع علي يسوي هيك وقص يباوع من فوق نزل تفاجئ لما يقول لي انت خبلتينا باعيت من فوق اقول هسه راح اخسرها الغراض انت شلون تقصيني بايدك قلت له مو انا حاسبتهن والله كلش زين ما شاء الله عليك الحمد لله والشكر الحمد لله طيب ست ورده خلينا نجي على هاي المبادرات المجانيه اللي حضرتك دا تسويها همين اكو دعم من منظمه معينه او من حكومه او من اي مكان معين ثاني والله الصراحه باعي انا ما عندي دعم الدعم اللي عندي مجهود شخصي انا جتني يعني هواي اتصالات من جهات سياسيه بس حبوا يعني اذكر اسمائهم باللايف انا ما وافقت قلت له هو ما دام مشروع يعني انساني ماكو داعي اذكرك اذكرك اثناء الطلاب صراحه ما وافقوا قلت لهم انا ما اقدر يعني فما عندي اي دعم الحمد لله وشكرا جاي انطيها مجهود المجهود ترى يكفيها صحيح يعني هي من تعلمت المهنه ما تحتاج ما تحتاج احد هي خلي تروح خلي تدبر نفسها اول مره باي معمل
قوي نفسها وبعدين هي راح يصير عندها زبائن. اهم شيء يتعلم. ولو يعني كل طلابي ترى ما يروحون يشتغلون بالمعامل نادرا، يعني هي بعدين راح تشوف بنفسها نجاح، يعني نجاح تشوف تتحسف تطلع يعني. بالضبط. اي يعني هو رب العالمين ما يخلي انسان بدون رزق، يعني ما معقوله باليوم راح تحصل لها 10,000، احسن ما تتعنى تروح للمعمل، هي تقدر تشتغلها ببيتها. ببيتها وتسوي كل هاي الشغلات. توفر هواي شغلات. نعم اكيد. كل انسان له لمسه خاصه. صحيح. يعني دائما اعودهم على اللمسان، يعني حتى باللايف اقولها ماما انت شوفيني انا خيط، تابعيني تابع غيري اوكي، بس خلي لك لمسه خاصه بيك. صح. تبين هاي مال ست ورده، هاي مال فلانه. حتى تبرز عندك، ما لك علاقه. هسه يقولوا ستك شلون ناجحه؟ ناجحه. قلت لهم عندي لمسه. انا قلت ما اقول لك ما اقلد، لا والله انا اشوف ستره اشوف بنطلون يعجبني، بس ما اخليه على حطتي. انا واحده من الناس اشتري جاهز. اوكي اشتري جاهز، بس ما اوفها نفس الا اغير بها واخلي لي لمسه خاصه بها. حلو. هنا تختلف عندك الموضوع. اكيد فعلا. هنا يبدي النجاح. صحيح. يبدي النجاح، هذه متميزه عن هذه. يبدي التميز. صحيح. قطعه تختلف اكيد. ولما إيه تضيفين عليها اكيد من تروحون عندك كل خياطه تقولين هاي تسوي لي شغله، هاي تسوي لي شغله. صح. صح لو لا؟ صحيح. فتكون عندها لمسه خاصه بها الثانيه ما تعرفها، هي اسرار مهن هذه. بالضبط. لو انا ما خليت السر فضحتي لسان مو مشكلة. طيب ست وردة، اليوم يعني كل النساء برأيك هي تقدر أن تتعلم فن الخياطة؟ لو أكو نساء لا أن هم ما يقدرون يعني. والله صراحة عندي آني ما عندي وحدة ما تتعلم أصبر ما عليها تتعلم. ممكن بس إذا هو ما حاب هنا ما يقدر يتعلم. حتى لو ما حاب أحببها بالمادة. ما شاء الله. يعني هاي الإمكانية والقدرة والثقة تخلي الواحد حتى لو هي ما عدا الإمكانية والقدرة يصير عدا على هال. يعني أكثر التعليم عندي بعمر أصغار يجوني، يعني هي تجي ما حابة يعني مجبورة. هو أنا أريد المادة سألك. يعني تحبني أني مثل المدرسة. ما شاء الله. هو أريد أسألك على نقطة كلش مهمة دائما نسألها، انت اولادك علمتيهم على هالمهنه؟ لو اولادي هاي السنه يعني تقريبا صار سنه وثلاث اشهر قفلت عليهم، قلت لهم خلاص بعد انتم لازم تتعلموا. ما شاء الله. الحمد لله عندي حمودي هسه مصمم مال ازياء، حمودي طالب هندسه. حلو. الحمد لله سنه ثانيه. حلو. من الشاب لا مرحله ثانيه. قلت له ماما قبل لا تقعد على الرصيف محضره لك مهنه اقعد على الماكينه. فهسه كل هو يعني بس حلو يجي يعني يكون كانه مشروع العائله، يعني هم هم يكون عندهم افكار جديده، افكار مختلفه عن افكارك. ممكن كل واحد هم بعد كل واحد عنده لمسته الثانيه. انا مرات اتعلم من حمود، مرات اتعلم من ايات. افكار شكو بيها. ايات عمرها 17 سنه، ايات بعمر ال 14 تخيط قنفات وياي. ما شاء الله. الله يحفظهم ويفرحين بيهم. حمودي ومهند هذول إيه، بس عندنا الكبيره ذيك من التربيه الرياضيه ذيك ما تحب الخياطه. راح يصيرون عائله هاي يورثوها مثلا اجوالهم يحتون ببيت الخياطة. يعني حتى مرات بالبيت يعني مو شرط انه انت تشتغلين لغيرك، مرات بالبيت انت تحتاجين انه تسوين شغله ما تعرفين اكو بنات ما يعرفون. هسه انا هم اقول لهم مثلا دائما تجيني اكثر التساؤلات خاصه اثناء اللايف، ست شلون يجينا رزق؟ هذا رزق، هذا مو بكيفي اني. قلت لها بس انت لا تقعدين، غيري عندك بيت، غيري ببيتك، خلي لك لمسه، انشري، تشوفه قريبه، تشوفه صديقه، راح يختلف. لا تقعدين تنامين وتقولين والله اني ما جاني رزق، الرزق ما يجي، الرزق يراد له سعي. هي الماكينه حالها حال العمل، يعني هي يراد لها سعي. انت من تقعدين راح تبردين، خو انت حاولي. طيب ست وردة، أنا آخر شيء هم أنا حابة أعرفه من حضرتك، اليوم معظم اللي يخيطون أو الخياطات الماهرات اللي مثل حضرتك يكون هم عندهم مثلا براند باسمهم، يخيطون ملابس جاهزة يبيعوها، أنت فكرتي مثلا أنه أو حابة تسوين هذا الشيء؟ عندي كان معملين يعني صراحة مال خياطة، بس مثل ما قلت يعني من بداية اللقاء أنا هاوني فما شفت هواياتي قدرت أمارسها. يعني أنا هسه تنعرض علي هواي معاني، اول بارحه معروض علي معمل بس شاركيني يعني بس بس انت بس احضري. قلت له انت شو استفاديت من دخلت بالمعمل؟ شنو اللي طورت بيه؟ قال لا والله انا حدي وقفت يم العبايات. قلت له خلاص اذا هنا التطور ما يفيدني. فمن اقعد اوقف راح اوقف. مثلا اذا خيطت فستان مستحيل اقدر انزل بعد قنفه او انزل بردات او شيء، راح يصير مختلط. صح؟ فدائما احب تنوع. تنوع اي، احب اطلع مهاراتي ما والحمد لله وشكر البراند اصلا انا ما محتاج تعال براند. الله باي باي ثقه زايده انه مرات من هيك يكون عندك براند ما يحتاج كلش. حلو. يعني انت مجرد اني دا اشوف بصراحه مجرد دا تعلمين الكثير من النساء ودا تشوفين يعني تعبك بيهم ودا تشوفين هاي الانتاج اللي هم دا يطلعوه من العمل وتعبك ما دا يروح ببلاش، يمكن انت تشوفيه على قولتك هاي بحد ذاته براند. يعني انا اكثر فرحه عندي لما الطالبه اول قصه تقص وترفع القطعه مال القماش، ابتسامتها عندي كافية يعني تفرح ما تصدق هي سوت هذا الشيء. ألف الحمد لله. طبعاً ست وردة أنت ما شاء الله مثال للمرأة العراقية. شكراً لك وكل التوفيق. بس أنا إن شاء الله
بعد فترة أرجع لبغداد ومجهزة بناية إن شاء الله. إن شاء الله. بس هم نفس الشيء أبقى موفقة يا رب. موفقة إن شاء الله. شكرا لك، نورتينا حبيبتي. أهلا وسهلا.